وبالعودة إلى الداخل الإيراني، حيث أثار مقتل أصغر محتجة إيرانية نيكيتا إسفنداني والتي لا يتجاوز عمرها 14 عاما، أثار موجة من الانتقادات بحسب ما كشف المجلس الوطني للمقاومة في إيران. المجلس كشف أن إسفنداني قتلت برصاصة في الرأس في العاصمة طهران، وبحثت أسرتها عنها 3 أيام قبل العثور على جثمانها. وعند العثور عليها قالت السلطات للعائلة إن بإمكانهم تسلم جثمانها دون أي مقابل مادي، وذلك لأنها تبلغ من العمر 14 عاما فقط، أي أنها تحت السن القانوني. وقيل لهم أيضا بحسب ما كشف المجلس أن السلطات أخبرت العائلة أنها لن تطالبهم بثمن الرصاصة التي قتلتها. يذكر مشاهدينا أن إسفنداني هي واحدة من بين ما لا يقل عن 450 محتجا قتلوا خلال تظاهرات التي عمت البلاد مؤخراً.